مولاي، سلطانة هيام على الباب. دخله. مولاي، طول الليل وعيوني ما غمضوا. يا مولاي، في موضوع زعجني كتير والمفروض تعرفه لأنه كتير خطير. شو هالشي الخطير اللي زعجك واللي لازم أعرفه؟ اهدى بالأول. يلي رح أقوله له علاقة بالسلطانة خديجة. وعدني ما تعصب. هيام، خلص قولي شوفي. طيب، عم بيقولوا إنه إبراهيم باشا والأميرة إيزابيل علاقتهم كتير ودية، وعم بيقولوا إنهم عم يضلوا يحكوا بلغتها كل ليلة لوش الصبح. شو عم تحاولي تقولي؟ أنت مبارح ما شفتن وقت العشاء يا مولاي؟ بصراحة السلطانة خديجة كتير مزعوجة من وجود الأميرة إيزابيل عندها، وإذا بتفكر إنه في شي بينهم بيكون الحق معه. أنت بتعرف خديجة وضعها مو متحمل أبداً. بتلاقي سنبل وبتخبريه حرفياً يلي قلته. هيام، قالوا لي مبارح رحتوا لعند السلطانة خديجة، الأميرة كانت موجودة؟ شو دخلك؟ عن إذنك أنا لازم روح، بس بدي أقول لك شغلة. الوضع إذا ضل هيك أكيد رح تضلي لحالك. مولاي أصلاً جابها الأميرة لهون حتى تضل قبال عيوني. السلطان حابب يجمعكم اتنيناتكم، ومو بعيدة، اجيبها تعيش بالقصر. أي جيبها، هالشي هاد ما بيخوفني بنوم. وقتها مو بهالسهولة رح تتخلصي منها، ما رح تقدري تنفيها، لأنه ما أنا إنسانة عادية، هي أميرة. ما بتشبه بنات الحرم لك وعبيده التافهات. صحيح، ما بتشبهك غريبة. سنبل آغا، شو نايم؟ نلوفر، هذا أنتي؟ لا تكون السلطانة هيام بدياني. السلطانة بدياك تجيب لها قمايش حرير ويكون نوعا ممتاز. مو هيام هو اللي عم يخدمها، أنا شو دخلني؟ لا تكون زعلانة من هذا التافه، معقول؟ روح قلها هيك للسلطانة؟ كل وحدة فيكن لسانة بسبع شطلات، روحي أنا بحل المشكلة، يلا. ما بيخلوا حدا يعرف ينام. خذوا الغطا تبعكن. لا حول ولا قوة إلا بالله. ليش ما قلتي لي يا سلطانة إنك بحاجة لقمايش حرير؟ معقولة تطلبي من سنبل وما تقولي لي؟ أنت عندك شغل أهم من هيك ويام. انت بس امريني يا سلطانه وانا بنفذ فورا. هداك اليوم شفتو حيه بالحديقه ما؟ ايه مبلا، وطولها بيطلع متر او اكثر كمان. بس ليك لك فكر، انا وصيتهم يمسكوها ويقتلوها. اصحك ويقام، لا تقتلوها، لانه بيقولوا انه مو منيح قتلها. انا بخاف انها تقرص حدا وتموته يا سلطانه، يعني لا سمح الله تقوم تاذي ولاد السلطان. ها ليك يا هون. هي هي؟ ايه هي هي. شوفي عيونها يا سلطانة، عم تتطلع مثل ما بيتطلع سنبول. امسكها فورا. كيف؟ عم قلك امسكها، وبس تمسكها بتجيب لي اياها دغري. آه.
والأغا؟ إلك زمان عندك؟ هلأ أجيت. أنا جبت للسلطانة هيام هدول الأمايش. شو بدها السلطانة بكل هالقماشات؟ بتعرفي شي؟ ما بعرف والله. سلطانة أنا تحت أمرك. إذا رح تسأليني وين الحية، أنا مسكتها وهي عايشة وحطيتها بعلبة وسكرت عليها. مو هاد موضوعنا، قرب لعندي هلأ. خد هاد القماش وعطيه للخياطين. بدي خيطولي عباية وتكون جاهزة بكرة. إليك يا سلطانة؟ لا، بدي أخده هدية للأميرة إيزابيل، لأنه الأميرة ضيفة مولاي. أمرك يا سلطانة. حضرة السلطان الأم. مولاتي تفضلي. لشو هالقماش هيام؟ أنا بدي خيط عباية لضيفة السلطانة خديجة الأميرة إيزابيل. طبعاً مولاتي إذا ما عندك مانع، لأن إسبانية لازم نهديها شي من حرير بورصة المميز، وقام رح يهتم بهالشي. أنا رح أشرف بنفسي على الخياطة يا سلطانة، بعد إذنكن. معناها أنت تعرفتي على الأميرة، قلي لي كيف لقيتيها؟ ظريفة، منيحة. حلوة ما هيك؟ مو كتير حلوة، والله لقيتها كتير عادية، ماشي حالة. بس أكيد عندها معجبين، حابة كتير اتعرف عليها. عم فكر مر لعند خديجة وشوفها. أنا عرفت إنه أجوا أخدوها من عند السلطانة خديجة يا مولاتي، وبصراحة هيك أحسن، لأنه إبراهيم باشا وإيزابيل عم يضلوا سوا مع بعضهم. صدقيني هيك أريح للسلطانة خديجة.